جمعية البصائر للثقافة والعلوم لولاية أم البواقي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، المجلس الشعبي الولائي، مديرية الشباب والرياضة وإذاعة أم البواقي الجهوية تنظم يوما إعلاميا لطلبة البكالوريا 2011. كيف أنظم وقتي؟ كيف أتعلم فن التركيز؟ كيف أتعامل مع الامتحانات؟ كيف أحسن ذاكرتي؟ كيف أحقق النجاح؟ يوم الخميس 10 محرم 1432 للهجرة الموافق لي 16 من ديسمبر 2010 وذلك بدار الثقافة أنوار بكر بأم البواقي على الساعة 9 صباحاً. أما بعد بنات الطالبات أبناء الطلبات نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالجميع خاصة الذين جاءوا من أماكن بعيدة سواء من عنبوش أو من بعض ويستفي فهو في سبيل الله. تعمدت في افتتاح هذه الجلسة الاستماع إلى آيات بينات من سورة الشمس، كلكم حافظينها بطبع حال ولا الأغلبية حافظين هذه السورة. لماذا؟ الآيات الكريمات الموجودة في السورة لما نرجع لها تبدأ ب فيها عبارة مهمة جدا نقرأها مع بعض بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لماذا هذه الآيات؟ حتى لا أطيل عليكم لأنه هذه رأي ندوة مفتوحة. ما علاقة هذه الآيات بموضوعنا، موضوع البكالوريا وموضوع النجاح؟ وربما يحضر معنا حتى التلاميذ تاع متوسط وتاع ابتدائي، الأمر يعني الجميع. لأنه علماء النفس اليوم لما يصنفوا الشخصية المشاكل التي تصيب الشخصية، لكم تقرأوا الفلسفة ربما موضوع الشخصية حذف من البرنامج أو ربما يدرسوه طلبة الأقسام أقسام اللغات والأداب. الشخصية عند كثير من الفلاسفة البعض يقول أن صياغة الشخصية أو بناء الشخصية يتعلق بمجموعة من العوامل. البعض مثلا يقول أن الشخصية خاضعة للوراثة، خاضعة لعوامل وراثية فقط، بمعنى أنه أي واحد المواصفات اللي عنده تاع الشخصية ناتجة عن الوراثة. وفي هذا نلقاه مثلا فرويد، مدرسة فرويد في علم النفس
تذهب إلى أن بناء الشخصية خاضع لعوامل بيولوجية وراثية، بيولوجية وراثية، ولذلك مدرسة فرويد مشهورة بالجانب هذا. بما أعمامي واحد لدى الباك، يعني خلاص هو سلم بالقضية تاعه، بمعنى أنه بدان الشخصية راجعة لعوامل وراثية، هو لا يملك التصرف في العوامل الوراثية. رحبوا في الأستاذ صالح، تفضل. إذن هذا الجانب الأول، يعني أنا نتكلم فقط، لاحظوا أن نركز في الشخصية فقط على عوامل النجاح. يعني المجرم كيف كان مجرم، وش يقول أنا الإجرام هذا ما هوش ذنبي، أنا وراثيا كان في العائلة تاعي ناس مجرمين مثلا يعني، ولكن أنا راح أركز على قضية الدراسة. إذا هذا من العلماء الفلاسفة الأولين اللي يقولوا باللي بناء الشخصية خاضع لعوامل وراثية أو بيولوجية. كان ناس خوين وش يقولوا، يقولوا باللي الشخصية خاضعة لعوامل الاجتماع، علم العوامل اللي خاضعة للمجتمع، بمعنى أنه تتشكل شخصية كيما دوركايم، تتشكل شخصية الإنسان من المجتمع. إذا التلميذ هذا راهو عايش في وسط الناس كل ما يحبوش القراية، الناس كل يكرهوا القراية، الناس كامل تاع بال وناس كامل تاع كذا، ناس هو يخرج مشكلا من هذا المجتمع. إذا التلميذ هذا راهو عايش في وسط كامل يهضروا الهضرة الخامجة، وكامل يسرقوا، كامل يعلقوا، كامل يبلاقي وكذا، حتى هو يخرج كيف، معنى ذلك أنه الشخصية تاعه تتشكل 100% من المجتمع. وهذه كذلك نظرة نحترمها كذلك. إذا مدرسة فرويد، مدرسة دوركايم، وكاين ليجمع بينهما، يقول باللي الشخصية فيها جوانب تاع الوراثة وفيها جوانب تاع المجتمع، تاع المجتمع. المجتمع بطبع حال يبدأ من الأسرة وبعد يروح بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني رب العالمين أعطاك إمكانيات النجاح وأعطاك إمكانيات الفشل، هذا هو المقصود بالآيات. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، عوامل الفشل، عوامل الانحراف، وتقواها، عوامل واجب النجاح. يعني رب العالمين لما خلق كل واحد فينا خلقه عن فطرة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة. نخرج من الدار نسير الصباط تاعي نعد الروح نلقى الطريق يطيح لي المورال ما نقرأ ما والو. واحد يقول لك مثلا أنا نقرأ جاي بالدوار، خلقت في الدوار، نجي بالدوار ونركب في البيس وما نجي نوصل لليس حتى نكره حياتي، ونركب ساعة ساعة في الكار، والكار هذاك فيه شياب يتكيفوا الريحة تاع الدخان، ونوصل تيخانة. المهم عوامل الفشل، عرام تاع عوامل الفشل. يعني كي يحب يبين الفشل تاعه يذكر غير العوامل تاع الفشل. عوامل النجاح اللي موجودة في النفس الداخلية ما يذكرهاش نهائي، ما يذكرش مثلا، ما يقولش مثلا الحمد لله أنا عندي والدية مثلا، ويقول أنا عندي والدية حيين قاعدين يجتهدوا باش يصرفوا عليا، قاعدين يجتهدوا باش يخدموا عليا، هذا عامل تاع نجاح ولا لا؟ لأنه كان خوين. وهذه القصة ديما نحكيها لزملائكم. في يوم من الأيام ناضت بنت، حنا نحكيو على عوامل النجاح، ناضت بنت قالت لي أستاذ أنت تحكي على عوامل النجاح، أنا كنجي نقرأ في الليل هاني اقتنعت بالدراسة، حابة نقرأ. عندي الأب والأم تاعي كل ليلة فيلم، كل ليلة يتقاتلوا، كل ليلة يديروا فيلم يتقاتلوا، ما يخليوا ليلة نقرأ لا والو. وهي بالنسبة لي هذا يعتبر واش؟ عامل تاع فشل. يا اخي العامل هذا موضوعي ولا لا؟ موضوعي صح يعني، كانوا بالغواث ما تقراش. نطق الطفلة من بعيد قالت لها أنت على الأقل عندك باباك وهي ممكن تقرأ، وأنا ما عندي لا أب ولا أم. ولات الأخرى سكت، ما عندي لا أب ولا أم. والبنت هذه قرأت عندي، جي الصباح تقرأ 8. في بعض الحالات نلاحظ العجين في الأظافر تاعها. سألتها في يوم من الأيام وش هو العجين هذا اللي فيه؟ قالت لي أنا نوض الصباح كريم، ندير الكسر على خالتي، ندير لهم فطور وجي تقرا. التلميذة هذه اليوم راهي تحضر في الماجستير في سيونس اكزاكت، في الفيزياء. التلميذة هذه تحضر في سيونس اكزاكت.
يعني كي نجيو نشوفوا التلميذه هذه لا اب ولا ام، وهي لي المفروض هذه لا اب ولا ام ما كان حتى رعايه تقريبا، لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه الاخر، ومع ذلك تنوض الصباح تخبز الكسره لخالتها وتجي تقرا، وجامي شكات في الاخر، جامي شكات، واحد لا يعرف القصه هذه. حتى هي عندها عوامل تاع فشل، والعوامل تاع الفشل بالنسبه لها موضوعيه ولا لا؟ ها هو ما كان لا اب لا ام لا موضوعيه. بصح هي واش دارت؟ حولت عوامل الفشل الى ماذا؟ عوامل نجاح. لاحظتوا الان الفرق؟ حولت عوامل الفشل الى عوامل نجاح. قالت لك انا ما عندي لا اب ولا ام، يعني على الاقل نخدم ننجح باش نعوض خالتي، وفي نفس الوقت كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عنده أب متوفى ولا عنده أم متوفى ربي يرحمها إن شاء الله، وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بنا ابن صالح يدعو له. هاو هي قدمت خدمة لنفسها، قرات هاي راح تنجح إن شاء الله وتخرج تخدم في الجامعة وتعيش خالتها، وثانيا هاي جاب دعوات صالحات لوالديها. لاحظتوا الفكرة؟ مثال واحد آخر، مثال آخر، كانت عندنا بنت في عين فكرون، أنا بالمناسبة درست 20 سنة في عين فكرون، وتجي من منطقة فقيرة جدا، فقيرة جدا، تخيلوا حتى المجاري هذيك تاع صرف المياه ما كانش، الماء المسخ يخرج كذا، المهم منطقة فقيرة جدا، تجي تقعد في الطاولة الثانية عن اليسار. وش هو الأمنية تاعها؟ أنها تموت. الأمنية تاعها تموت. علاه؟ فشلت، فشلت. الفقر وشدة الفقر، لأنه الفقر هذا، وزاد حاجة أخرى. عندها صحابتها يقعدوا وراها في الطاولة. هي تقعد وما يبدأ. بابا شرالي مونتو. بابا شرالي كذا، بابا شرالي ليمونطاس، وحدة لا راعت منهم باللي البنت هذه راهي فقيرة وباللي راهي عندها مشاكل وكذا. فالفقر زائد صحابتها ما رحموهاش، ما رحموهاش بتعاليق، ما رحموهاش بكذا، ولا تتمنى الموت. وفعلا في يوم من الأيام سمعنا باللي توفات. هذه استسلمت للأمر الواقع، زائد أن المجتمع لم يساعدها في النهوض. ولذلك الهدف تاع هذه الندوة، هذه مقدمة بسيطة، يبدو لي أنه من المفروض أنه الرسالة يوصلت لكم. الهدف تاع هذه الندوة أنه لأنه كثير من الأساتذة يدخلوا للقسم بعد توزيع النقاط وكذا ويبدأوا، وأنتم ما تقرأوش، أنتم كذا وكذا وكذا، معليش الكلام هذا مهم، ولكن إحنا ماذا بينا؟ نقولوا أنتم ما تقرأوش، وأنتم النتائج تاعكم ضعيفة، بصح نقدموا البديل. كيف رجعوا النتائج هذه ضعيفة نتائج جيدة. واخترنا هذا اليوم بالذات لأنه هو اليوم الأول إن شاء الله تعالى العطلة. أولا في الدين تاعنا رب العالمين وش يقول في القرآن الكريم؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لاحظوا ليه؟ إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إلا القوم الكافرون. غير الكافر ييأس، يعني واحد تجيه نتائج ضعيفة ويبدأ. وش يعني أنا كي نقرأ؟ هاي النتائج تاعي كل ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة، وش يعني كي نقرأ؟ وش يعني الشيخ قاعد يدير لنا دركا في المحاضرات ويدير لنا في الندوات ويجيو أساتذة والدولة الله يبارك عطات لنا قاعة كيما هذه وقاعدين، وش يعني؟ وكلمة وش يعني هذه انتشرت حتى هي ولات كارثة كبيرة. وش يعني ونورمال؟ واحد تقول له تقول له راك في الخلا يقول لك نورمال. تقول له مثلا النتائج تاعك ضعيفه وباباك ويمك راه مساكن يخموا عليك يقول لك نورمال. واحده تقول لها ما بنتي اللبسه تاعك هذه ماهيش لبسه اللي تاع راح تروحي بها تقرا، تقول لها نورمال. تقول لها نورمال. واحد مثلا يتكيف ويفسد في الدراهم تقول له يقول له باباه ولا يقول له الاستاذ تاعه يقول له انت وش الروعه هذه اللي قاعد تدير فيها، يقول له نورمال. لاحظت الدرجة تاع الآخر، يعني أصبحت الأشياء التي ينكرها المجتمع أصبحت عندنا واش نورمال، وهذه قمة الفساد. في السابق
كانوا ناس جاهلين الآباء، يعني ما نحترموا آباءنا، أنا نحشم نقول آباءنا كانوا جاهلين، يعني كانوا أميين ما يقراوش وكذا، بس ما كانوا جاهلين. ربطبك نقولوش آباءنا كانوا جاهلين، كانوا ما يقراوش ما يعرفوش يكتبوا، بالصح كانوا كيشوفوا واحد هذا كارطابل محفظة يسخفوا ويحترموه. ونباكم النقطة، سقسيوا الآباء تاعكم، سقسيوا أجدادكم، كلمة مثقف لمن يقولوها؟ على من يقولوها؟ يعني كيشوفوا واحد عاقل ومتربي يقولوا هذا إنسان مثقف، مثقف، وما يقولوها مثقف كي يقولوها مدرب. حتى نتدرب ونتقن بعض المهارات التي تعيننا على التفوق. إذن أول حاجة بدينا بها أنه أي واحد فينا راه قادر ينجح، فقط باش نرجعوا أنا ماذا بيا تعاونوني، تعاودوا لي الكلمات اللي كنت نحكي فيها. إذا كل إنسان واش عنده؟ عنده عوامل الفشل، زيد واش عنده؟ ها؟ ما سمعتش ليه؟ عوامل النجاح، عنده عوامل الفشل وعنده عوامل النجاح. الإنسان الناجح هو الذي تتغلب عنده عوامل النجاح على ماذا؟ عوامل الفشل. يعني أنا درك واش راح نقول؟ ما نقولكمش باللي مثلا اللي ساكن في الدوار بعيد، ولا اللي عنده والديه يتقابضوا في الدار، ولا اللي عنده مشاكل مادية، ولا اللي عنده كذا، هذه ما تحكيش عليها. لا لا، أحكي عليها، هذه عوامل الموضوع. تجيه لحظات تجتمع عنده لحظات يقول خلاص أنا كرهت أنا من القرايات، مرت علينا كلها، وكل مرت علينا في اللحظة ذيك اللي تمر عليك اللحظات هذه، تفكر بعض الأمور، تفكر بعض الأمور، تفكر مثلا كل واحدة، كل واحدة